اعزائي النهارده بقى كده عندنا رده فعل مباشر على كلاسيكو الاتحاد والهلال في دوري ابطال اسيا. يعني ان شاء الله الهلال النهارده يعمل على الاتحاد ويصعد. طبعا دوت ماتش الذهاب في ملعب الكينجدوم ارينا ملعب نادي الهلال. ماتش العوده هيكون في الجوهره. يعني ان شاء الله كده كده الهلال هيعملها وهيكسب ويصعد يعني على حساب الاتحاد. تعالى بقى نتفرج على الماتش مع بعضينا. بس قبل ما تيجي مش تعمل لايك، يعني عايزك دلوقتي حالا تكسر زر اللايك في السريع. لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا. شاكب بقى عليك تفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا يلا عم. طبعا الماتش ابتدى وكان عدد متاخرين حوالي 5 دقايق. اتمنى ان شاء الله كده الهلال يعملها النهارده ويكسب. العويس واقف في الجون يا عيني، وميتروفيتش رجع وشايف سالم ومالكم وسلمان الفرج جو. مالكم بتعمل ايه يا جدع؟ يا جدع بتعمل ايه من اولها؟ ده احنا لسه بادئين الفيديو حتى. طبعا دخلت على الفيديو لايك سبسكرايب شير الثلاث حاجات. عايزين يا جماعه نوصل الفيديو دوت لحد 1000 لايك. يعني بصراحه بجد يا جماعه من وجهه نظري انا الفيديو دوت لو ما جابش 1000 لايك مش هعمل فيديوهات رد فعل مباشر ثاني. اوه يا ساتر يا زكريا يا ساتر يا زكريا. كانش ايه يا جدع زكريا هوساوي ده مش كده. اوه سالم 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 سالم. لا يا سالم يخرب بيتك يا سالم يخرب بيتك يا سالم. الحق ما تضيعش دي ما تضيعش يا سالم. داس على رجليك بس دي ما تضيعش. انت شوت في الاخر يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب. بس ما تضيعش يا لعيب دي يا جدع. هي جون، هي ما فيهاش غير جون. خير خير تتعوض باذن الله. اوه يا ساتر ما طلعتش. اوعى يا بليه يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يعني الحمد لله ان مورينيو اصلا ما شاطش في الكوره دي. كوره على رجل يمين لو شاطها اصلا شكرا جون. سبحان الله يا عيني يا روبن نيفيز. مع روبن نيفيز عاقل عاقل يا جدعان. اقسم بالله مايسترو في الملعب. استخلاص بذكاء والتمرير. اوه لا يا جدعان يا شباب يا لا يا عيني يا عويس يا عيني يا عويس. يا جدعان ما فيهاش اوف سايد ازاي؟ كل بالي ترقص ونيفيز ترقص في كوره اسهل ما فيش منها. ما فيهاش اوف سايد يا بليه يا نايم. نيفيز ترقص بعدها كل بالي. عيب يا كل بالي قوي. عيب ترقص في كوره زي دي يعني. عيب عيني يا عويس. اوه يا ساتر يا ساتر يا حجازي يخرب بيتك يا حجازي. كنت هتعملها كان هيعملها حجازي تصدق. اوه اوه مترو يا ساتر يا مترو يا ساتر يا مترو. حرام يا مترو اقسم بالله. ده انا الكوره دي ما بتضيعش يا جدعان. ما تشيلوناش ما تشيلوناش ابو صديق. ايه يا جدع ده يا جدع؟ ايه ده يا جدع يا جدع؟ بص حجازي برده البلوك بتاع حجازي. حجازي عامل بلوك عالمي وقت قاتل صراحه. الاتحاد اول ثلث ساعه افضل بكثير جدا من الهلال. تنظيم دفاعي حلو جدا في نفس الوقت بيعمل هجمات على قد الامكانيات اللي عنده فبيلعب. صراحه في ماتش ثاني كده ما بين سعود عبد الحميد وزكريا هوساوي الاثنين بيلعبوا على بعض والاثنين اصلا خانقين بعض والاثنين لسه شباب وصراع وحرفه كوره. في ماتش يعني اصلا ناحيتهم هما الاثنين. يا جماعه بجد الاتحاد افضل بكتير جدا من الهلال. الهلال سيء جدا نص ساعه بجد من اسوء الماتشات اللي شفتها للهلال لغايه دلوقتي. لاجيسوس هيتجنن والله اقسم بالله بجد هيتجنن منهم. اوه حلو 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 قوي يا مالكم بصراحه. حلو قوي 1 2 بالتسديد بعديها جميل. ايوه كده عايزين نفوق يا جماعه نفوق يا شباب. والله اربع عيون بيتفرج عليك يا جماعه من جوه اصلا. يا جماعه سلمان بيعزف سلمان بيعزف. يا جدعان بتعملوا ايه يا جدعان بتعملوا ايه بس في وسط اربع خمس لعيبه بيعمل 1 2 ازاي؟ اوه يا ساتر يا ساتر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اتحاد حلو قوي قوي بجد. الشوط الاولاني بجد يا جماعه زي تقريبا الشوط الاولاني بتاع الماتش اللي فات بس بعدها نزل الهلال الشوط الثاني مسك الماتش. شوط وحش قوي بجد من الهلال مش فاهم فيه ايه. اوه سعود سعود اوه يا جدعان يا جدعان. عايزك تفوق كده زي الماتش اللي فات. حلوه بصراحه سلمان قوي عاقل يا سلمان يا عاقل يا سلمان. سعود ما بصش اصلا وهو بيلعب العرضيه. لو بصص هيلاقي متروفيتش. اوه حسب ضربه جزاء بطله. يا ساتر يا ساتر يا مترو يا ساتر يا متروفيتش. دي احسن حاجه بجد في متروفيتش يا جماعه. اي كوره في الهوا كده هتلاقيه موجود يا ياخد ضربه جزاء يا يطلع يخبطها بدماغه اي حاجه بيشتغل. تتحسب ضربه جزاء عادي يعني ما فيهاش حاجه. حسبها تصدق من غير حتى ما يرجع للفار. في ماسك فعلا مطلعه عيان بيخرف. مترو هيحطها مترو ان شاء الله هيحطها بعقل كده باذن الله باذن الله جون. مترو 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 يا عاقل يا عاقل يا عاقل يا عاقل يا عاقل يا عاقل. قلت لك هيحطها بعقل وبذكاء. متروفيتش لما يكون حاطط الكوره في دماغه خلاص هيجيب اجوان. يعني هيجيب اجوان بالعقل بالقوه بالعافيه بكل حاجه انت ممكن تتخيلها. سبحان الله من اسوء الاشواط اللي شفتها للهلال وبرده بيعرف يسجل. عيني يا عيني يا روبن يا نفيس. لو على الاسيست يا مالكم سالم 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 سالم. يا جماعه خطفوهم اقسم بالله خطفوهم. بص الكوره بص التمريره من روبن نيفيز. بص الريفل روبن نيفيز من 1 تاتش 1 تاتش ضرب كل خط الدفاع بنص الملعب بتاع نادي الاتحاد. شوف برده الاسيست من مالكم. لو على مالكم الاسيست والحمد لله ان سالم جابها ما ضيعهاش. الحمد لله ان سالم جابها ما ضيعهاش. بص روبن نيفيز يا عاقل يا عاقل يا عاقل يا عاقل يا نيفيز. لا لا عاقل عاقل. حسن جادش كارثه كارثه في قلب الدفاع كارثه. يا عيني يا سالم يا عيني يا سالم. جمله كلها جميله قوي بجد. الج
الجمله كلها جميله 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 جميله. ثلاث لمسات بالظبط بقيت قدام الجون وجبت جون من سعود لروبن نيفيز، روبن نيفيز لمالكم، مالكم الاسيست لسالم، سالم جون بكل سهوله سبحان الله، برده سجلوا الجون الثاني في اسوأ اشواط للهلال. قيمه البطل بجد، بطل دايما بيعرف يكسب باقل مجهود عنده حتى لو مش في يومه برده بيعرف يكسب. يا جماعه بجد جاردو هيجنن، الاتحاد عامل شوط اول جميل جدا بجد والله يا جماعه. حسن كادش كارثه في قلب الدفاع، كارثه. عيني عيني يا عويس، يا عيني يا عويس، حاضر يا عويس، بيضحك يا عويس، عسل يا عويس والله العظيم. خلص الشوط الاول يا جماعه، نشوفكم ان شاء الله كده الشوط الثاني. ترى الشوط الثاني كالعاده برده متاخرين حوالي 3 دقايق او 4 دقايق. طبعا بقى نكمل مع الفيديو، لايك سبسكرايب شير، الثلاث حاجات. هنتمنى ان شاء الله يا جماعه نوصل الفيديو لحد 1000 لايك، يا اما مش هعمل ردات فعل مباشر ثاني نهائي، كفايه بصراحه. لان يعني بصراحه الماتش اللي فات حتى ما عملتش ردات فعل مباشر وطلعت حللته، فكنت زهقان من ردات فعل مباشر، ما بتجيبش مشاهدات ولا اي حاجه، فمش عارف. فاتمنى يا جماعه تساعدونا وان شاء الله كده القناه ترجع تقوم تاني زي الاول. انزل بقى اعمل لايك في السريع. سلمان بيلعب ماتش النهارده روقان بامانه. يا ساتر يا كولوبالي، يا ساتر يا كولوبالي، يا ساتر. اطلع يا عويس، يا عين يا عويس، يا عين يا عويس. بقول لك عويس فايق النهارده، عويس فايق النهارده. كولوبالي بيسرح بكور غريبه قوي بصراحه. ده بص جيكسوس عمال يزعق فيه على الخط، اقسم بالله بيزعق فيه، يقول له انت بتعمل ايه بجد، طلع ليه في كوره زي دي اصلا؟ ده يعني كتر خير اصلا ان رومارينيو يطول الكوره. لا بس عايز اقول لك الهلال الشوط الثاني حتى الان بقى له 10 دقايق افضل بكتير برده من الاتحاد. بدا هو كالعاده كده الهلال بينزل الشوط الثاني بياكل الاخضر واليابس وممكن ياكل اللاعبين بكل حاجه. اوه لو عدت، اه لو عدت يا سافيتش، يا لو يا سافيتش كان هيعمل اسيست عالمي اقسم بالله. لا يا كولوبالي، كولوبالي بتبيع نفسك ليه يا كولوبالي؟ يا عيني يا شهراني، يا عيني. كمان بجد مرتدات الاتحاد عظيمه قوي، تجيب شلل حرفيا. يا جماعه بجد سلمان عامل ماتش جميل قوي قوي بجد، عامل ماتش جميل قوي، بيتحرك حلو قوي من غير كوره. في اي مكان في ضغط هتلاقي سلمان بيظهر مع روبن نيفيز فبيخرجوا بالكوره بسلاسه جدا. تصدق ان جولو كانتي ممكن ياخد طرد دلوقتي حالا؟ اوه اوه يا ساتر يا كولوبالي، فيها كارت احمر، كارت احمر، كارت احمر، ما فيهاش بصراحه للاسف. كانت هياخد كارت احمر، فيها كارت احمر. الحكم بصراحه يعني ممكن يتعاطف شويه عمال يقولوا كانتي ويديله كارت اصفر، بس اعتقد يعني هي واضحه قوي قوي بجد. هيتعاطف معاه ممكن للسبب واحد بس، ان كانتي اصلا لعيب محترم جدا في الملعب، وفي نفس الوقت ورايح بعفويه شويه، فاهم حاجه؟ ورايح قصده على الكوره، حتى اغلبيه الناس اللي بتلعب قدام كانتي عارفين كده، دايما ما بيخشش التحامات قويه او بيأذي حد، فده ممكن السبب الوحيد اللي يديله فيها كارت اصفر. بس اعتقد بنسبه 90% هيديله كارت احمر. للاسف للاسف كارت احمر، للاسف كارت احمر يقولوا كانتي. هي اللعبه بصراحه ما فيهاش غير كارت احمر، ما فيهاش. انا حتى الحكم تحسه عايز يتعاطف شويه مع يقولوا كانتي لما راح يتكلم معاه من شويه، بس للاسف هي ما فيهاش غير كارت احمر. هيعمل ايه؟ مضطر، هو بينفذ قانون خلاص، ما فيهاش تعاطف. اعتقد كده الماتش خلاص، باي باي الاتحاد من دوري ابطال اسيا. عين يا سالم، يا عين يا سالم، يا عين يا سالم. اوه سمع بجد سلمان بيعزف النهارده، اقسم بالله سلمان عامل ماتش غريب. لعيب بقاله كتير قوي بعيد عن ماتشات، وفي نفس الوقت عامل ماتش عالمي حتى من قبل ما كانتي يطرد. يا عيني يا سلمان، يا عيني. اوه مش عارف ليه سافيتش لعب كعب رجليه، يا جدع هات التالت وراح دماغك. سافيتش، اوه يا سافيتش، يا ساتر يا سافيتش. لو راح الجون دي يخرب بيتك يا سافيتش، لو راح الجون هاري شويد على الكوره. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا حجازي، لو حكت في الجون دي او في العارضه شكرا هجيبها من جوه معيوف. يا جدعان التالت مش هيجي ولا ايه؟ يخرب بيتك يا بليه، يخرب بيتك يا بليه. عيني بص روبن نيفيز يا جدعان، ده هنبص روبن نيفيز فين؟ بليه بيلف حوالين نفسه، الكوره بتخبط كده بيردج ليه؟ ما تفهمش الصراحه. البليه برده عامل ماتش قوي جدا، الاتحاد اصلا ما جاش غير في الشوط الاولاني كام كوره كده بس. انا عارف وكنت قلت لك كده في الشوط الاولاني ان الهلال هينزل الشوط الثاني ياكل الاخضر واليابس، وده فعلا اللي بيحصل. بس التالت مش عايزين يجيبوا ليه مش فاهم؟ هو المفروض اساسا تنهي الماتش من هنا على طول وتخلص. هتضلك انا عايز سافيتش ياخد كارت احمر، بس يعني التدخل ده مش زي ده خالص يعني. اوه يا ساتر يا ساتر، يا عين يا عويس، يا جماعه حرام اقسم بالله لو كان دخل فينا جون في الدقيقه 82 ليه؟ طيب ليه ما نجيب التالت تنين الماتش بدري بدري؟ ليه وجع القلب يعني؟ مش فاهم يا جماعه بجد. شايف سعد الموسى لعيب الاتحاد ده تقريبا مش عارف ناشئ ولا جايبينه منين، بس لعيب له مستقبل حلو قوي بصراحه، عامل ماتش كويس، والاهداف بصراحه اللي جت ما كانش فيه غلطات منه خالص، حتى كانت اخطائه في الملعب وبيلعب برجليه حلو جدا. يعني انا شايف من وجهه نظري هو احسن بكتير قوي من حسن كادش. نهار اسود ده 87 قبل ايه؟ لا يا جدعان يا جدعان يا جدعان، يا عيني يا عويس، في عويس ولا العارضه الكره دي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
يا لهوي يا عويس والله العارضه مش فاهم. تخيل جون زي اللي دخل في الهلال دلوقتي يا جدعان، ما تشيلوناش. الواد سريع الواد ده. اوه 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 يا عيني يا عويس يا عقل، يا عيني يا عويس يا عقل. رده فعله جميله قوي بجد. خلاص كل اربع دقايق والماتش يخلص خلاص. اوه يا ساتر يا ساتر على الكره دي. يا لهوي على الدفاع السرحان، يا لهوي على الدفاع السرحان. اوه يا ساتر ما فيهاش اوفسايد. يا ساتر يا ساتر يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. صدق اوفسايد في الاخر. يخرب بيتك يا عويس، فوقتنا يا عويس. بص جيسوس جيسوس هيجنن، اقسم بالله هيجنن. لعيب يا عويس، يا لعيب يا عويس. الجره دي لو دخلت يا جماعه بجد جيسوس كان هيجنن. خلص الماتش صراحه، فوز مستحق للهلال. بس يعني الاتحاد كان هيفاجئنا في الاخر لو الجره دي جت جول وما جتش في صايد. يعني بصراحه هلال جيسوس مرعب زي ما قلت قبل كده. فيعني الف الف مبروك لكل جمهور الهلال، هارد لك لجمهور الاتحاد. نشوفكم ان شاء الله كده فيديو جديد. السلام عليكم.